ينضم الينا عبر الهاتف من الرياض الكاتب الصحفي السيد عبد العزيز بن رازن. سيد عبد العزيز مساء الخير واهلا بك معي في هذه الساعه. اذا ما تحدثنا عن المشهد الجديد والفصل الجديد في افغانستان وعلى الساحه الافغانيه، هناك مراقبون يتحدثون عن ان طالبان سترفض ان يكون هناك حكومه مؤقته او حكومه انتقاليه، ومن جانب اخر هناك من يقول بان طالبان 2021 لن تكون طالبان ما قبل 2001. تفضل. اهلا بك استاذي الكريم سالم، وحقيقه يعني كرعت الى المشهد تاتي في السياقين. السياق الاول او اليوم المجتمع ينتظر من طالبان القيام بما يجب على الدوله كدوله من وضوح السياسه الخارجيه واحترام المعاهدات والاتفاقات الدوليه، ومن خلال السياق الاخر قراءه شخصيه ارى ان امريكا حققت كثيرا من اهدافها في افغانستان بعيدا عن شعارات الديمقراطية والحريات التي استخدمتها أستاذ الكريم كذريعة للوصول لأهدافها، وانسحبت بعد أن أصبح الطالبان شريك لأمريكا وقد تكون حليف الصراعات المستقبلية، وخاصة أن صدقت المعلومة بأن من يدير القيادة الأفغانية الحالية يحمل الجنسية الأمريكية، وبهذا تتحقق معادلة ثلاثية أنا أسميتها معادلة ثلاثية، صنع أمريكية تنفيذ إيراني وتسهيل تركي. ولكن الطالبان الآن يجب عليها أن تبتعد عن القاعدة والجماعات الإسلامية المتشددة حتى لا تكون عزلة وتواجه عزلة وضغوط دولية وتفشل في قيادة البلاد. ما في شك أن طالبان فرضت نفسها اليوم، ولكن يتطلب الموقف أن تقوم بما يجب أن تقوم به الدولة الحقه. نعم. من جانب آخر سيد عبد العزيز، أيضا إذا ما تحدثنا عن المجتمع الدولي وقبوله لحركة طالبان، لأنها لازالت بمسمى حركة طالبان، ماذا لو اتفق ممثلو الحكومة الأفغانية ولو أن الرئيس الأفغاني غادر الأراضي الأفغانية، ماذا عن الوضع بعد تلك الأحداث والمجتمع الدولي ومدى تقبله لحركة طالبان؟ المتتبع للأخبار هذه اليوم من خلال ردود الأفعال الدولية، وكتوقع شخصي أن هناك قبول كبير دولي بالقيادة الأفغانية الجديدة، ولكن هذا القبول أستاذي سالم يعتمد اعتماد كبير على سلوك طالبان ووضوح سياستها وسرعة إعلانها فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية. هل ستلتزم بما تمليه وما تحقق فيه من خلال هذه المعاهدات، أم سوف تكون يعني في يد قوى أخرى تحقق معاربها؟ لكن ماذا عن الطمأنة التي قامت بها حركة طالبان مع بداية هذه التطورات سيد عبد العزيز؟ الطالبان أبدت سلوك يعني كنظري جميل جدا في أن أعلنت عن يعني إطلاق كثير من السجناء واحترام لجميع القرارات السابقة من الدولة السابقة وطمأنة المواطنين، وهذا يعني مؤشر جميل جدا بخصوص يعني بحركة تتولى زمام الأمور في دولة كبيرة في أفغانستان ترتبط بعلاقات كبيرة، وخاصة فيما يتعلق بالمواصلات في آسيا الوسطى والمنافذ البحرية المتعلقة بها، وهذا يطمئن كثير الساحة الدولية ويجعل من حركة طالبان قبولا واسعا في الأوساط الدولية. نعم. ما يحدث سيد عبد العزيز يعني الآن في 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 إطار مطار كابول العاصمة، وأيضا وصول مسلحي طالبان إلى القصر الرئاسي حسب المصادر، يعني هل من بين تلك الأحداث لربما سنشهد خروج حركات أخرى أو جماعات أخرى ستناهض وتقابل، يعني ستكون في المقابل لحركة طالبان؟ وحقيقة شيء طبيعي في بداية الأمر يكون هناك يعني ارتباك في الموقف، خاصة في جميع الأوساط الأفغانية، وخصوصا هناك عدة أحزاب سواء من البشتون او من بقيه القبائل، خصوصا يعني طالبان غالبيتها يغلب عليها الطابع القبلي، ولكن هذا يعتمد اعتماد كبير في سرعه تعامل القياده الجديده الافغانيه مع الموقف واعلانها اولا باول. وبالتاكيد يعني المواطنين لديهم تخوف ويتوجس
مما سيحدث بهم، وخصوصا يعني هناك يعني بوادر يعني معاملة للنساء أو طمس الصور أو بما يتعلق وهذا، وهذا قد يثير مخاوف، لأن كما تفضلت يعني يجب أن تحترم جميع المعاهدات وما يتعلق بحقوق الإنسان. وبهذا ننتظر، والموقف يعني نترقب ونتمنى يعني إن شاء الله يعني للأفغان حياة أفضل. ضيفي من الرياض الكاتب الصحفي سيد عبد العزيز بن رازن، شكرا جزيلا لك.